ورجعنا معاكم على طول، والتاني جولة معانا برضو في كفر العرب محافظة دمياط، مصنع رضا نوفل، أستاذ رضا نوفل. طبعا وأنا في مشواري في الجولات أنا بقابل بعض الحاجات أو بعض المعامل الصغيرة اللي بستاء منها جدا، وأول ما بدخل من على الباب وأشوف المنظر برجع. وانا عارفة كويس قوي 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 انها مش هتطول كتير الاماكن اللي زي دي، لان انا عارفة الجهات المختصة هي ماشية ازاي وبتعمل ايه. لكن مصنع استاذ رضا نوفل حاجة تشرف بجد. دخلت اول حاجة عيني بتروح عليها النظافة، ابص كده على الجبن وابص على المنتجات اللي عنده والزبادي والجبنة الرومي والحاجات الجميلة النظيفة اللي متخزنة صح في تلاجات، وكل حاجة زي الفل. طبعا مصنع رضا نوفل هو مصنع كبير ومعروف، معروف بكل حاجة فيه مميزة، كل حاجة فيه ماشية صح ومظبوطة. مصنع رضا نوفل معانا في التقرير الجاي، كله يجي معانا لمصنع أستاذ رضا نوفل ويشوف هيقول لنا رضا السعيد السعيد نوفل، معمل منتجات ألبان رضا نوفل. أنا مصنع عندي جبنة الرومي والجبنة البيضة وجبنة الثلاجة الملح خفيف والزبادي والسمن البلدي، وموجود عند القشطه برضه، قشطه البر وقشطه الجاموس بتاعت الانتاج الرومي، وان شاء الله بنتوسع باذن الله جميع منتجات الالبان. لا انا عندي اكتر من مصدر لتوزيع توريد اللبن، عندي موردين اللي هم الناس بتوع تجميع الالبان، مراكز تجميع الالبان بيجيبوا لي اللبن، وعندي اصحاب مزارع متعاقد معاهم، وعندي الفلاحين في بلدي والبلاد اللي حواليا اللي هم المسرح بتاعي. والله تقريبا احنا عاملين كل اللي وزاره الصحه قالت عليه بخصوص الكمامات، غطيان الراس، الكحول، التطهير، تباعد المسافات بين العمال، التعقيم بصفه دوريه. يعني احمد راس سعيد السعيد نفر، والله انا مدير التصنيع في المكان الحمد لله. انا احب اشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي على كل الجهود اللي عملها على جميع الطرق على جميع الطرق وجميع الانجازات اللي الرئيس عاملها، حاجات ما شفناهاش بقالنا 50 60 سنه فاتت. وتطوير الريف وبصراحه عايشين عيشه جميله الحمد لله في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ربنا يطول في عمره يا رب ان شاء الله. هو لازم اللبن قبل التصنيع لازم بيمر بمراحل كتير قوي قبل التصنيع. رقم واحد واللبن هو لسه جاي، لسه لازم اطلع استلم اللبن دي اشوف في دي اختبارات كتير، اختبارات عن طريق الشم في حموضه ولا لا، في يعني في لبن بيت او لا كام. بعدين بناخد منه عينات من كل برميل واحده على حده، تخش على جهاز التحليل نعرف فيها نسبة الدهن ايه، نسبة البروتين ايه، المواد الصلبة اللادهنية، الكثافة، الجوامد، نقطة التجمد، الحاجات دي كلها. اللبن مظبوط وصالح لانه يشتغل يخش عندي على مصافي الصفة زي نظام فلترة يعني، ينزل مبردات حفظ. لوقت تمام التشغيل بقى اسحب من المبردات على معدات التسخين. في اللبن عندي بيتسخن درجة البسترة اللي هو 90 فما فوق، زي لبن الزبادي مثلا ده. لازم يتبسط بعد كده يتبرد درجه حراره 40 عن طريق عندي حاجه اسمها مبادل حراري، يخش فيه خرطوم ميه مع خرطوم لبن، تبريد مفاجئ يعني، دي عمليه البسطر. غير اللبن الجبنه والجبنه الرومي.